في الأردن لا يزال الواصلين للبلاد بيخضعوا لحجر في فنادق وعلى حسابهم لمدة 14 يوم، وبعد 14 يوم طوال من الحجر كان في يوم أمس 300 شخص مجهزين نفسهم ومجهزين أغراضهم ومستنيين بفارغ الصبر الإفراج والخروج من الحجر بعد 14 يوم قضوها في أحد فنادق 5 نجوم في عمان. لكن آمالهم اتبخرت بعد ما ثبتت إصابة الشيف أو الطباخ فندق بفيروس كورونا، ليصدر قرار بتمديد حجر هؤلاء ل 14 يوم إضافية. القرار منطقي، خاصة وأنه يعني المصاب ما هو مثلا رجل أمن ممكن يكون ما خالط الجميع، لا، هذا الشيف اللي بيطبخ لكل النزلاء المحجورين، وبالتالي فالخطر كان على الكل. الفندق وكون الإصابة كانت لأحد أفراد طاقمه أعلن أنه هو سيتكفل بتكلفة الحجر الإضافية للأشخاص 300 بواقع $70 الليلة للشخص الواحد. الموضوع طبعا أثار غضب شديد في صفوف المحجورين، وصراحة يعني الواحد بيتفهم غضبهم. تخيلوا يعني 14 يوم حجر، ما بتطلع من باب غرفتك وبتستنى تخرج دقيقة بدقيقة بتحسب الوقت، ويجي يبلغوك بعدها أنه تمدد الحجر ضعف المدة. وسائل إعلام أردنية نقلت أنباء عن أنه بعض المحجورين ناويين يقاضوا الفندق استناداً لتعليمات أوامر الدفاع المفعلة من قبل الحكومة للتعامل والحد من أزمة كورونا، معتبرين أنه إصابة الشيف دليل استهتار وعدم اتخاذ الفندق الإجراءات الاحترازية اللازمة، وأنه يعني في الأخير القصة طلعت في رأسهم هم.